بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مادة كيمياء صناعية راح نعطيكم فقط هذه الشرائح البسيطة عن الماتيريال بالانس. الماتيريال بالانس are important first step when designing a new process or analyzing an existing one. يعني إذا بدك تعمل مخطط لعملية صناعية جديدة أو تعالج عملية صناعية موجودة لابد أنك تهتم بحسابات الماس بالانس والماتيريال بالانس. Then material balance are the application of law of conservation of mass. قانون حفظ المادة هو تطبيق من تطبيقاته الماتيريال بالانس أو الماس بالانس. والماتيريال بالانس are used in industry, يستخدم في الصناعة to calculate mass flow rate of different streams entering or leaving chemical or physical process. يعني إذا عندي عملية كيميائية أو عملية فيزيائية بدي أحسب معدل تدفق المادة لابد من حسابات الماتيريال بالانس سواء الداخل او الخارج. في عندي انبوت, في عندي عملية صناعية اللي هو السيستم, وفي عندي الاوتبوت, وفي عندي هنا اكيوميليشن اللي هو نقطة الخسارة ومقدار الفقد. توتال ماس اوف انبوت المفروض يساوي توتال ماس اوف اوتبوت. الاكيوميليشن اللي هي بيلد اب وذين سيستم راح تساوي الانبوت, الانبوت زائد الجينيريتنج ما ينتج عنها ناقص الاوتبوت ناقص consumption اللي هي الاستهلاك. المفروض الاكيوميليشن لازم يساوي صفر at steady state, لذلك هذه المعادله تصبح هذول ينقلون الفرد الثاني بيصير موجب. اذا الانبوت زائد جينيريشن يساوي الاوتبوت زائد consumption. ناخذ مثال 200 كيلوغرام of 40% water with methanol water solution is mixed with 100 كيلوغرام of 70% where permeable ميثانول وتر. يعني اقصد ب 40% هون 40, اذا اخذنا 100 مل من السوليوشن 40 100 جرام اسف من وتر 100 جرام من السوليوشن 40 منها راح تكون ميثانول, 100 كيلوغرام 40 كيلوغرام منها راح يكون ميثانول. هون 70% ايضا نفس الحكايه 70 ميثانول. اذا هذا المحلول مركز وهذا المحلول مخفف, بدنا نخلطهم مع بعض ميكست يعني خلط مع بعض. What is the final quantity and composition, ما هي المكونات النهائية والتركيز النهائي. Total initial mass اللي هي الكتلة في البداية قبل الخلط لازم تساوي total final masses واللي هي احنا خلطنا 200 كيلو وخلطنا 100 كيلو, اذا total 300 كيلو. لان لو اخذنا فقط ال NaOH عفوا الميثانول اللي هو CH3OH, initial methanol mass لازم يساوي الفاينل ميثانول mass. الانيشيا 80, ليش 80؟ لان عندي 200 كيلوغرام, 200 في 40 على 100 يساوي 80, و100 كيلوغرام في 70 على 100 يساوي 70. اذا التوتال انيشيال ميثانول ماس يساوي التوتال فاينل ميثانول ماس ويساوي 150 كيلوغرام. therefore final composition of each is 150 على 300 ضرب 100 يعني 50% by weight ميثانول و50 الاخرى تكون ووتر. هذا مثال بسيط جدا يناقش عن الماس بالانس. ناخذ مثال اخر. الان بيقول 1000 كيلوغرام سوري اوف 8% باي ويت صوديوم هيدروكسيد سوليوشن از ريكوايرد. ريكوايرد يعني المطلوب, يعني الناتج عن العمليه الصناعيه يجب ان يكون هذه المعلومات. طب الداخل ايش هو؟ 20%. اذا هذا 20% والناتج 8%, اذا المحلول هذا مركز وهذا المحلول مخفف المطلوب, اذا العمليه تخفيف. اذا 20% sodium hydroxide solution in water and pure water are available, يعني الماء النقي موجود وهذا المحلول في الماء هو الموجود. how much of it is required, كم بدي من الكونك solution هذا والووتر اخلطهم مع بعض عشان يعطينا 1000 كيلوغرام من 8% by weight او weight by weight sodium hydroxide. نجيب اذا عملية خلط, نجيب الميكسر. الناتج عندي اللي هو solution سميته solution B, الناتج عندي 8% بمقدار 1000 كيلوغرام, والداخل عندي الداخل هنا هو عبارة عن solution A سميته التركيز فيه 20%. بدي أعرف كم بدي أخذ منه وزنه, طبعا بدي أضيف له water من هون. المطلوب بالسؤال كم وزنة هذا المحلول وكم وزنة الووتر كمان اللي أنا لازم أخلطهم عشان أحصل على هذه المعلومات. إذا لاحظوا اللي داخله 20% محلول مركز واللي خارج 8% محلول مخفف. اذا ببساطه شديد جدا بدي اطبق ال NaOH mass balance واقول mass of NaOH input يساوي mass of NaOH output
اللي داخل طبعا هو ماس ضرب البيرسن تبعه، واللي خارج الكيلوغرام ضرب البيرسن تبعه، يطلع معي الماس 400 كيلوغرام. 400 كيلوغرام، اذا انا بحتاج من المي كم؟ 600 كيلوغرام. او اني اطبق هذا الاشي كثير جدا، انه 400 كيلوغرام في صوديوم ايه، بشوف قديش فيهم اني او اتش. ال 400 كيلوغرام فيهم فقط طبعا ضرب 20% يطلع معي 80 كيلوغرام. اذا الموجود من ال 400 اللي بدي اياه من السوليوشن ايه في 320 كيلوغرام مي. عشان هيك while we need كم في الناتج؟ 8% NaOH، يعني 8 كيلوغرام في الألف، 80 كيلوغرام في الألف، إذا عندي 920 كيلوغرام مي أنا لازم يكون موجود معي. طيب في هذا السوليوشن في عندي 320، إذا المطلوب 920 كيلوغرام في هذا المحلول مي ناقص 320 الموجودات من ضمن 400 يطلع 600 كيلوغرام. إذا في كل الحالتين أعطانا نفس الجواب، بالتالي هذا هو حل السؤال. الآن سؤال شوية دسم، ننتبه كويس والله. نختار قلم، لا an aqueous solution of sodium hydroxide أيضا 20% NaOH. المحلول الموجود معي 20% by mass، يعني 20 كل 20 كل 100 جرام solution فيها 20 غرام NaOH. It is there to produce 8%. قرر المصنع أن ينتج 8% صوديوم sodium hydroxide solution by diluting stream by diluting the conc solution with water with the stream of pure water. اولا calculate the ratio. الان هذا السؤال نفسه اللي قبل شوي لكن بمطالب اكثر دقه. الاولى قال لي احسب الريشيو، احسب النسبه ما بين وزن الماء و جرام feed solution مع بالنسبه لوزن الماء اللي داخل او المحلول اللي داخل، and gram product solution per gram feed solution. الآن ننتقل إلى هذا المخطط، هذا هو الميكسر اللي داخل عندي 0.2 اللي 20% جرام NaOH، إذا 80% جرام 80% جرام H2O. هذا بدي هذا المحلول الأول، بدي أخلط معاه مية ب Q1 كمية الماء اللي داخله، Q2 جرام بالجرام كمية الماء اللي خارج المحلول اللي خارج، التركيز على NaOH 8%، إذا 92% جرام NaOH. افترضنا إنه أنا بدي أخذ 100 جرام، هذا مجرد افتراض، بدي أنا أخذ 100 جرام عشان تسهل علي العمليات الحسابية. فبدي أبدأ بـ NaOH mass balance وأحكي إنه غرامات الـ NaOH in، غرامات NaOH اللي داخله اللي هن هذول، سوري هذول، في هذا المحلول كم في NaOH؟ لازم يساوي NaOH اللي موجود في هذا المحلول. فجرام in يعني اللي داخل في المعادلة، يساوي جرام اوت يعني اللي خارج من المعادله. الان جرامات الانيوتش اللي داخل المعادله 0.2 ضرب 100 ضرب 100، هذا الافتراض اللي عندي احنا، بعدين نعمل له ريشيو، بيساوي 0.08 ضرب Q2 كميه، يعني هذا الجرام اللي انا فرضته بدي اخذ معه كميه معينه من المي، يطلع كميه غرام معين من السوليوشن. هذا انا مش عارفه Q2، لذلك انا Q2 اذا اخذنا 100 غرام من هذا المحلول Q2 راح تطلع 250 غرام، هذا السوليوشن اللي خارج. الان توتال ماس بالانس، توتال ماس بالانس ال100 هذه، ال100 هاي والQ1 اللي انا كمان مش عارفه، لازم نساوي لي الQ2. اذا 100 زائد Q1 يساوي Q2، على اعتبار ان Q2 طلع من هذه النتيجه الافتراضيه تاعت ال100، Q2 250. اذا تطبيق هذا القانون، Q1 شو تساوي؟ 250 ناقص ال100 يطلع الجواب 150 جرام H2O اللي داخل لكل 100 جرام NaOH من هذا المحلول. مرة ثانية لأنه الموضوع تخفيف، إذا أخذت 100 غرام من هذا المحلول لازم أدخل معها 150 غرام من المية في هذا، وهذا كله افتراض على أنه أنا أخذت كم؟ أخذت 100 غرام كنتيجة افتراضية أو حل افتراضي لهذه المسألة. بعدين انتقل، now we can calculate the ratio. نقدر نحسب الآن الريشيو، يعني حكينا على كل 150، كل 150 الآن يقابل ال 100، يعني غرام H2 على غرام في سوليوشن جرام وده. طيب عشان نحسبها، طلع Q1 اللي هو تاعت المية اللي هي 150 طلعت معنا، على ال 100 غرام في سوليوشن اللي أنا استخدمته كنتيجة، يطلع 1.5. لذلك هنا إذا جرام H2O، جرام H2O إلى غرام في سوليوشن الريشيو كم يا جماعة؟ ريشيو 1.5. الآن جرام برودكت اللي هي Q2 250 على 100 يطلع 2.5، إذا يطلع ضعفي ونص
الكمية اللي أنا أدخلها هون. كمطلوب آخر determine the feed rate of 20%. إيش الفيد ريت ال 20% solution and the Newton model needing to produce 2310 ظان per minute. لاحظوا per minute يعني سرعة أو flow يعني flow rate، سرعة تدفق المادة اللي ناتجة أو المحلول اللي ناتج تقريبا 2310. بيقول احسب لي سرعة تدفق أو سرعة دخول محلول المركز وكذلك سرعة دخول الماء المقطع. The scale factor is obtained as the true flow rate of the product stream dividing by the rate calculated on the assumption basis. يعني الآن اللي بدي يطلع معي 2310 بقسمه على 250 برودكت يطلع معي 9.4 باوند بير مينت لكل غرام. وفيد سوليوشن فلو ريت 100 اللي انا افترضته قبل شوي اضربها في هذا يطلع الرقم الفعلي اللي هو 924 باوند فيد سوليوشن بير، يعني 924 باوند لكل دقيقة مندخل من السوليوشن A او السوليوشن المركز. اما الديليوشن ووتر فلوريت الماء المقطر 150 بدل 100 ضرب 9.24 بيساوي 1300. يعني وفعليا انا ادخل مي اكثر من الملح عشان يطلع مخفض 8%. هناك التوتال طبعا 2000 شيك على اساس انه التوتال 2310 فعلا زي ما هي. الان في هناك حل اخر انذر سوليوشن اوف كالكوليت فلوريت، هذا كيف المحاضره نفس النظام بدي ما افترضش هذه 100 افترضها Q1 هاي Q1 هاي Q2 وهذا الريت انا معي بدل ما افترض قبل شويه افترض قبل شويه Q2 على اساس ان النتيجه يعني اخذ هذا التقريب. لكن الان طريقه اخرى هي اعتقد انها اسهل راح تكون عليكم، اللي داخل 20% واللي داخل فيو ووتر هذا ميكسر، هاي اللي خارج 8% بسرعه 2310. هذا خاص بالسرعه طبعا، خاص بالسرعه فقط مش بالتراكيز او نسبه المي الى الانيواتش اللي حلينا في بارت اي هناك. الان انيواتش ماس بالانس اللي هي التركيز 2% 20% اسف باوند اني واتش بير باوند توتال. باوند هي وحده جرام على فكره او 2 اونس الغرام 2 اونس ضرب كي 1 اللي هي سرعه الدخول يساوي الخروج اللي هو 2310 ضرب التركيز 7 البوينت او 8% باوند توتال مع باوند توتال بضل معي كي 1 924 دايركت طلعت معنا هون. الآن overall mass balance مش mass rate balance rate balance Q1 زائد Q2 يعطينا 2310 إذا Q2 تساوي 1386 باوند. هذا الحل هو بديل هذا الحل فقط، أما فرع A زي ما هو يعني أرجع هذا الحل زي ما هو صحيح. إحنا افترضنا 100 على أساس نجيب فقط الريت إنها 1.5 هذا ما حليته فيها في القاعة 1.5 وهنا 2.5. أما الفرع اللي بعده اللي هو هذا الفرع حلوا البديل هذا الفرع، فحابين تختاروا هذا او الشريحة اللي قبله انتم حرين. ننتقل لموضوع جديد اللي هو او عفوا مثال جديد اللي هو هذا المثال. عندي محلول من الـ NaCl 10% بسرعة 10 كيلوغرام بالثانية is concentrated to 50%. concentrated كان 10% صار 50%. ما معنى ذلك؟ انه في عندي جزء من الماء صار له تبخر. هذا شو بيقول لي a continuous reactor by evaporation. evaporation يعني التخلص من الماء. قبل شوي ديليوشن حطينا ماء، الان بدنا نطلع الماء من هذا المحلول. calculate the production rate of concentration solution C and the rate of water removed. water لازم يصير removed from the evaporation. الان بدنا نعمل مخطط draw diagram of the reactor flow sheet بعدين write down the rate of each one. نبدا الرياكتور يدخل له المحلول المركز بعدين يطلع عنده المي بيطلع معنا المحلول المخفف. كل المحلول المخفف تطلع المي يجي عندنا المحلول المركز. هذا المحلول طبعا 10% بسرعة 10 كيلوغرام بالثانية بسميه F، وهذا المحلول W طبعا هو رمز المي، وهذا المحلول سميته محلول C تركيز 50% مش عارف كم سرعة خروجه لأنه بده يقول لي هنا production rate. احسب لي اياه calculate the production rate. now right overall balance equation انه F اللي هو 10 كيلوغرام بير سكند بيساوي W plus C. لاحظوا ان steady state input يساوي output اتفقنا عليها هاي 10% ضرب 10 يساوي 50% ضرب C. 10% ضرب 10 هذه 10
10% ضرب 10 يساوي 1، 50% ضرب سي يساوي 50% سي أو نص سي، سي تساوي 2. إذا عرفنا سي نعوضها هون بنجيب اف دبليو يساوي، إذا دبليو شو تساوي؟ اف ناقص سي، 10 اللي هي الاف اللي هذا ناقص سي اللي حسبناه هون 2 يساوي 8، معدل خروج الماء هون 8، معدل خروج الناتج هو 2 فقط. هذا السؤال جدا مهم وطويل شوي، فياريت الجميع ركز معي، يعني انا اعتقد انه هون صدعت، وقف الفيديو ريح لك شوي بعدين ارجع اكمل، لانه انا ما عندي وقت اني يعني اعمل فيديو ثاني، فخليني اكمل هذا ان شاء الله تعالى. هذا السؤال عن إكويمولر، ما معنى إكويمولر؟ إكويمولر يعني يا جماعة مادتين خلطناهم مع بعض بنفس المولات اللي هم البروبان والبيوتان، 3 ذرات كربون 4 ذرات كربون is fit to distillation column at a rate of 6-7 مول بير سكند، يعني معدل سرعة دخول هذا الخليط كل واحد منه 0.6 مول بير سكند. initial بروبان مول فراكشن، طبعا خلينا نرسم المخطط، هذا الرياكتور دخلنا له هذا المحلول وطلع عندي بكم هذا فلوريت اف 67 مول بير سكند. بقول هنا initial propane mole fraction يعني x mole fraction للpropane 0.5، اذا initial butane كمان 0.5 تمام. انا شو بيقول هون؟ 90% من البران is recovered، recovered in the top، في هذا التوب 90% راح من البروبان راح يعود الى the after مرة اخرى، which has propane mole fraction of 95%. mole fraction لهذا distillation rate اللي هو XD سميتها distillation rate واللي هي تخص البروبان 95%. calculate the flow rate of the top بده D اللي هو flow rate لهذا المحلول اللي صار له distillation and bottom، وأيضا للبوتوم اللي هو XB أو B سوري، وكمان شو and composition of bottom production بده كمان XB. يعني عندي كم مطلوب؟ عندي 3 مطاليب في هذا المحلول. حكالي 90% من البروبان in top، 90% in top، so 10% is bottom، 10% يعني 90% طلع من البروبان فوق 10% نزل تحت. suppose we take 10 بدل 67 بدي أخذ 10 وبعدين أعمل نسبة تناسب ما بين 10 و 67 عشان أسهل علي عملية حذف الأصفار والحسابات. بالتالي الآن الـ overall flow rate balance اللي هي F اللي داخل سرعة الداخل يساوي سرعة اللي خارج اللي هو B و D، B زائد D. الـ F اللي هو 10 احنا افترضنا من هون 10، الـ D زائد B هذا 2 مجهولات و 2 مطلوبين، عشان هيك نسميها معادلة رقم 1. الآن اللي أكثر معلومات اللي هو البروبان، حكى عن البروبان كثير، لذلك نأخذ البروبان. for propane mass balance الآن XF ضرب سرعته اللي هي 10 بدل 67 حكينا، بتساوي البروبان سرعته تحت XB، عفوا مول فراكشن له XB ضرب سرعته B، وفوق XD ضرب سرعته اللي هي D. XB مجهولة، XD مجهولة، XD مش مجهولة 95%، بيضل معي هنا B مجهول و D مجهول، صار عندي معادلة فيها إيش؟ فيها 2. خلينا نشوف الآن، نقول والله مثلا XB مجهولة، ماشي. الآن نرجع 90%، نرجع 90% of the top probar recovered. So البروبان شو بيقول؟ اللي داخل XF اللي هو بروبان، في F اللي هي 10 0.5 10، في 90% منهم شو ماله ريكفر، يعني شو ماله ريكفر، يعني ما رجع ما تفاعلش او ما اختلطش، بيساوي اكس دي اللي هو 5 ضرب دي اللي هي سرعه خروجه في الدي. من هاي المعادله نحصل على دي، نعوضها هون نحصل على بي، نعوضها هون نحصل على اكس بي. اذا سبستيوت دي ان 1 جيف بي ايكوال 5.26، وبنعوض بي في 2 من نطلع اكس بي 0.0095. الآن المعادلة هي 67% instead of 10، عشان هيك بنعمل الريشيو بنطلع الـ D تساوي 31 والـ F تساوي 25.2. مثال الأخير في هاي الشريحة، A mixture contain بنزين وتلوين، بنزين 45% تلوين 55%، مادتين فقط by mass is fit as distillation column، نرسم distillation column ودخلناها بشو قايل هون، the feed rate 2000، هاي 2000
هاي 2000، 45% حكينا السطر الاول، 45% بي يعني بنزين، و 55% تولوين يعني تي. الان دخلناها على هذا الميكسر، على هذا الكوندنسر اسف، او ديستليشن كولوم، ان اوفر اول ستريم اوف 95 ويت بيرسنت بنزين از بروديوس، يعني هذا سميته دي، هذا 95% جرام بيرسنت، نعم 95% كيلوغرام بي بير كيلوغرام، واذا الباقي راح يكون تولوين بنزين تولوين. الان شو بقول لك كمان مره، 50% of B is produced and 8 of benzene fit to the column leave the bottom stream. اذا في البوتوم في عندي بنزين 8% فقط من ايش كونتين، هذا الريت اللي طالع يحتوي 8% من البنزين، عشان هيك احنا ما عندنا اي معلومه عن وزن البنزين بالنسبه لكل كيلوغرام، ولا وزن التلوين بالكيلوغرام لكل كيلو غرام. Determine the overhead flow rate and mass flow rate. Overhead flow rate and mass. Overhead اللي هو D and mass اللي هو WBWT in the bottom. طيب. And note there are three unknown. إيش هم three unknown؟ عندي D هنا وعندي WB وعندي WT، عشان هيك بدي ثلاث معادلات. B in bottom stream يساوي 8% من B. 8% من دي على اساس انه هذا سميناها 2000 كيلوغرام لكل ساعه، هذه دي كيلوغرام لكل ساعه، وهنا في عندي بي كيلوغرام لكل ساعه. 8% من البي هي كميه من البنزين في البوتوم، عشان ايش حكى لك مره ثانيه، بي ان بوتوم ستريم 8% من بي ان في. طيب دبليو بي، دبليو بي بالكيلوغرام بي بير اور بتساوي 8% من ضرب بي ان فيد. شو تساوي بي ان فيد؟ ان فيد 8% من اللي تغذى البراء البنزين، سوري هون 45% ضرب 2000 بيساوي ضرب، طبعا ضرب 8 يساوي 72%. اذا دبليو بي كيلوغرام لكل كيلوغرام، حسب الاور سوري طويلا. اذا هنا دبليو بي كيلوغرام بير اور، هاي اور انا ليش سطوها اور، هاي كمان ان اور اتش. طيب دبليو بي اللي هي 8% ضرب 45 ضرب 2000 يطلع 72 كيلوغرام اوف بنزين بالساعه. لان نوت تولوين اند توتال ماس بالانس ايتش انفولف تو النوتس دي اند دبليو تي، but benzene balance involve only one day. البنزين اللي داخل معلوم كله، اللي خارج هذا البنزين معهوش مجهول الا دي، لذلك بنقول ناخذ البنزين بالانس اللي هو انبوت يساوي اوتبوت. الانبوت 45% بنزين ضرب ال 2000 بيساوي ال 95% البنزين ضرب الدي زائد دبليو بي زائد دبليو بنزين. دبليو بنزين حسبناها فوق 72، وبالتالي اعوض 72 هنا واعوض هذه القيم كلها، بطلع دي كم؟ 78 كيلوغرام بير اور كيلوغرام بنزين، هنا اف بي بنزين كيلوغرام بنزين بير اور سوري. الان هذا الكيلوغرام تروح مع كيلوغرام، بطلع عندي كيلوغرام بير اور ماشي. الان فاينلي ذا توتال ماس بالانس، توتال ماس بالانس التلوين بالانس كود بي يوزد ايكوالي ويل، ال 2000 اللي داخله هاي بتساوي دي زائد دبليو بي زائد هذه كلها، هاي كلها بدي ارمزها رمز سي، بالتالي اقول دي زائد سي، وسي تقسم الى دبليو بي زائد دبليو تي. هنا قصرهم لانه في بنزين وتولوين، هناك فقط معلومات بالنسبه لمين؟ للبنزين فقط. اذا 2000 اللي داخل بتساوي اللي فوق هاي زائد هذول دي زائد دبليو بي زائد دبليو تي. دبليو بي في دي معروفه ودي اصبحت معروفه وهي معروفة، إذا دبليو تي تطلع 1060 كيلوغرام تلوين بالساعة. شو ضايل؟ انتهى السؤال، لأن هاي أمثلة وهاي الأمثلة موجودة على هذه المواقع، هاي المواقع تحاول أنت تدخل عليها وتشوف حلول بالفيديو لهاي الأمثلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتمنى من الله سبحانه أو أرجو من الله أن تكونوا قد استفدتم.